اليوم 27 مارس 2022 نحن الآن بصدد الحفل الختامي لمشروع مبادرة بيئية حول الماء النسخة الثانية بعدما نظمت الجمعية النسخة الأولى في 2017-2018. هذا المشروع حول الماء، مبادرة بيئية حول الماء، هو مشروع موجه للمؤسسة التعليمية بمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير دوتنان، وهدفه هو رفع مستوى الوعي بأهمية الماء وبإشكالية الماء العموم، من تلوث، من قلة الماء، من كاع الإشكالات ديال الماء. وكان مطلوب من المؤسسات اللي شاركت في هذا المشروع هذا العام 2022 أن التلاميذ ديالها يبدعوا ويصوبوا واحد الكبسولة تحسيسية عبارة عن فيديو لهذا المشكل ديال الإشكالية ديال الماء من الزاوية اللي بغاو. في المشروع كانت لحظات تكوينية، بحيث في 9 مارس كانت واحد الخرجة لسد يوسف بن تاشفين والمحطة المزار لمحطة لمعالجة المياه العادمة، وكذلك في نفس اليوم زرنا المزرعة التجريبية ديال بالفاع اللي تيدبرها المعهد الوطني للبحث الزراعي، واللي فيه واحد المجموعة ديال التجارب حول النباتات والتكيف ديالها مع الماء، حيث يجب نظرا للمشكل ديال الماء في الجهة يجب تبني زراعة غير مستهلكة للماء بكثرة. اليوم نحن مع موعد تتويج أجود الإنتاجات في المؤسسة التعليمية، حصلنا على 11 كبسولة نكبت عليها واحد لجنة ديال التحكيم مكونة من أعضاء كاينين في هذه المؤسسات ديال تدبير الماء، وعطونا واحد النتيجة ديال التتويج ديال نقولوا أحسن فيديو الأول، المرتب الأول والمرتب الثاني والمتوج الثالث، المؤسسة اللي عندها أحسن فيديو. والآن في القاعة في مقر الجمعية سيتم تتويج هذه الإنتاجات وسيتم الإعلان عليها، ولكن كذلك سيتم اعتبار وتتمين جميع المساهمات الأخرى، مش غير الأولى والثانية والثالثة، ولكن جميع المساهمات سيتم الاعتراف بها وتتمينها على أنها إنتاجات تلاميذية تم الاشتغال عليها والتفكير فيها وتعلم قيم ديال العمل الجماعي وقيم المواطنة على العموم. اليوم هو اليوم الختامي في المشروع ديال مبادرات بيئية حول الماء. اليوم غادي يكون تتويج ديال المؤسسات الفائزة بأحسن منتوج في إطار المسابقة اللي تم التنظيم ديالها بشراكة مع جمعية علوم الحياة والأرض فيسوس. هذه المسابقة تروم إنتاج ديال مجموعة من الفيديوهات الكبسولات اللي كتستهدف التوعية والتحسيس بترشيد الاستهلاك ديال الماء والاستعمال ديال الماء. كانت عدد المؤسسات المشاركة كانوا 15. كانت المشروع عرف مجموعة من المحطات، كان هناك مجموعة من العمليات ديال المواكبة وديال التأطير، بالإضافة إلى مجموعة من الخرجات التكوينية والدراسية حول الماء اللي اليوم في إطار تتويج ديال هاد المؤسسات الفائزة من خلال أحسن منتوج وأحسن فيديو اللي تناول الظاهرة ديال الماء. اليوم غادي يكون هذا التتويج، وبهذه المناسبة كنتقدموا بجزيل الشكر للجمعية اللي اشرفت على التأطير والمواكبة ديال هاد التنزيل ديال هاد المشروع، وكذلك اللجنة ديال التقييم وديال المواكبة. وكنتمنى من الله تعالى انه يعطينا الطاقة والقوة اننا نديروا مبادرات بحال هاد النوع في خدمة للناشئة والتلميذات والتلاميذ الأعزاء. اليوم كنحضروا بعد ما حضرنا في الأسبوع الفارط من أجل تقييم واحد المبادرة بيئية حول الماء اللي نظمتها جمعية علوم الحياة والأرض فيسوس، واللي كانت شاركت فيها أكثر من 11 مؤسسة. اليوم كنحضروا في اللقاء الختامي ديال التتويج ديال ثلاث المؤسسات اللي احتلوا المراتب الأولى والثانية والثالثة عبر عرض أفلام اللي كان كل فيلم ما كيتجاوز 5 ديال الدقائق. الهدف من هذا اللقاء هذا هو تشجيع الناشئة، تشجيع يعني رجال الغد ونساء الغد،
من اجل انهم يعرفوا هذه الاشكاليه ديال الندره ديال الماء اللي كترفها البلاد ديالنا كلها على الصعيد الوطني، قله التساقطات المطريه، انعدام المياه في السدود، استغلال يعني بالطريقه اللي هي كبيره ديال 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 الابار وديال الفرشه المائيه. فكان الهدف هو صنع او انجاز فيلم اللي ما كيتجيش 5 دقائق، اللي الهدف ديالو يكون هو التحسيس والتوعيه داخل المؤسسه طريقه استعمال ديال هذا الماء هذا. وكانت مبادرات اللي هي جميله جدا، كان اخراج، كان سيناريوهات، كانت افلام، كانت صور، كانت لقاءات تحسيسيه بجميع اللغات. وكنعتبر بان جميع المؤسسات بدون استثناء فائزه اليوم، لان كانت اكثر من 11 مشاركه وكان حضور زخم كيف شفتوا اليوم، وهذا كان هذا شرف كبير. وايضا كنستغل هذه الفرصه باش نقول بان الجامعه ديال اكادير منفتحه حول جميع المؤسسات التعليميه من اجل زياره ميدانيه لمعرفه كيف ندبر هذه الندره ديال الماء هذا من خلال استعمال المياه العادمه المصفات في المساحات الخضراء، ثم ايضا من اجل ايضا غرس واحد المجموعه ديال النباتات اللي هي كتلائم مع الطبيعه ديال الندره ديال الماء. وكنقول بان وكنشجع هاد الجمعيات ديال المجتمع المدني والجمعيات البيئيه على يعني الاستمرار في هاد الطريقه ديال العمل من اجل يعني الجمع ومن اجل التحسيس ومن اجل التوعيه ومن اجل خلق هاد المبادرات البيئيه وهاد الانسياتيف ديال اللوغو ديال لي ديشي ديال النفايات الى غير ذلك. وهذا شرف كبير لنا اليوم، وكنفتخروا في هذا اليوم اللي هو كنحتفلوا بحفل اختتام يعني مشروع مبادرات بيئيه النسخه الثانيه. هذا المشروع هذا اللي بديناه تقريبا من شهر يعني فبراير، من 21 فبراير انطلق هذا المشروع بواحد اللقاء اللي كان في المديريه الاقليميه مع المديرين ديال المؤسسات التعليميه وكذلك المؤطرين ديال الانديه البيئيه داخل هذه المؤسسات التعليميه، اللي في خلال هذا الملتقى هذا يعني شرحنا لهم يعني الموضوع باش المضمون وبواحد كذلك الشروط اللي خصها توفر في هذا المنتوج هذا. من بعد جات مرحله ديال التأطير ديال هاد التلاميذ بالنقل ديالهم خلال واحد الزياره استكشافيه لبعض المنشآت المائيه، سد يوسف بن تشافين، كذلك زرنا واحد المستنبت اللي كيعتمد التقنيات الحديثه في استغلال ديال المياه. ثم بعد ذلك جات المرحله ديال التتبع ديال هاد المؤسسات ميدانيا داخل المؤسسات المعنيه. بالطبع كان الاعضاء ديال الجمعيه تقسموا الى مجموعات، وكل مجموعه كانت كتزور واحد المجموعه ديال المؤسسات، كنوقفوا على التقدم ديال الاعمال ديال الانديه. وبطبيعه الحال من بعد دزنا المرحله ديال التحكيم اللي كانت واحد اللجنه اللي هي تم اختيارها من مشاريع مختلفه، يعني كانت ممثله الحوض المائي، كان ممثله الناس اللي هما كيشتغلوا في الميدان ديال الاوديو فيزويل، الناس كذلك ديال كليه العلوم، كانوا الناس كذلك في الجمعيات الى اخره، هاد الناس اللي شافوا يعني المنتوج من جوانب مختلفه. دونك اليوم كنشكروا جميع المؤسسات اللي هما شاركوا في هذا المشروع ديال بيئات مبادرة بيئية حول الماء النسخة الثانية، وكنشكروا كذلك الناس اللي زارونا وقدموا لنا الدعم، كذلك الشركاء ديال الجمعية. Je suis un participant à cette occasion qui a montré, qui a donné l'association de sciences de la vie de la terre de Sousse. Je suis très content de participer à cette occasion par il a donné des idées et de montrer que ce qu'on a peut faire, même si on a trouvé des difficultés au premier dans les idées. Chacun après pour résoudre pour trouver des solutions à ceci, chacun a donné ses idées. Après, on a commencé à faire des vidéos, etc. Je suis trop content à cause de notre prof Mohamed Hilali que je remercie très tellement parce que lui qui m'a aidé à être ici et je suis très content même si on a été dans les premiers ou non. Aujourd'hui, je vais vous parler comme le projet leader, non? Un projet de 5 minutes, vidéo de 5 minutes. لي واخا كانت صعيبه شويه بيسكو كان عندنا مشكل ديال الوقت مع لي زيكزام وداكشي، مي بون توفقنا باش نصورو ديك لا فيديو ديال 5 مينوت اللي درنا فيها واحد البروجي ديال الماء اللي درناه هو واحد لي شين صغير. ابري غنكبروا على ليكول كامله، درنا داك اللو اوزي
غادي نتريتيو في ليكول ديالنا باش غادي نستعملوه في النيتواياج و ميم طون نديرو به حتى لاغوزاج ديال لي بلونط. Et on remercie notre directeur, Monsieur Omar Bouteglifine. On remercie aussi notre école, les profs, notre prof Nadia Aounati, Monsieur Ibrahim. Ma t'nsaouj diru abonner la chaîne ou t'fa'lou zir jaras.